يا بشرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا في فيديو جديد، يا رب يعجبكم. لو انت اول مرة تشوفني ولو انت اول مرة تشوف فيديو ليا، ما تنساش طبعا لايك للفيديو. طبعا احنا النهاردة جايين نتكلم على نسخة RE. النسخة ديت ناس كتير قوي عندي على القناة بتحبها، ومن من النسخ اللي عليها تفاعل كبير قوي عندي على القناة. انا اسف جدا عشان ما بنزلش فيديوهات بقالي فترة كبيرة، واسف جدا ان انا مهمل في القناة، بس بصراحة يعني مشغوليات وشغل وحاجات كتير، اعذروني. انا متاسف للجميع، وحشتوني جدا اقسم بالله. يلا بينا نخش على النسخه. النسخه زي ما انت ما شايف كده، مش الشكل اللي هو القريب قوي قوي من الايفون، بس حلاوه النسخه ان هي سريعه جدا، والشكل بتاعها برضو مميز جدا زي ما انت ما شايف اهوت. دوت الايموجي بشكل الايفون، يعني النسخه جميله جدا. الشكل بتاع زر المرفقات الجديد زي ما انت ما شايف كده عندك هنا تذكر. النسخه جميله جدا 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 جدا، وطبعا النسخه موجوده معانا باللون الابيض وبرضو باللون الاسود زي ما انت ما شايف كده، اللون الابيض واللون الاسود. النسخه جميله خالص، والشكل بتاعها جميل خالص. تقدر تغير في السمات، تقدر تغير في حاجات كتير قوي، تقدر تظبط كل حاجه انت عايزها في النسخه. النسخه يعني هتعجبك جدا. اتفرج الفيديو للاخر، ما تنساش لايك وتشترك في القناه طبعا زي ما قلنا، ما تنساش طبعا الكومنت اللذيذ عشان يظهر في الفيديو، ويلا بينا. بأول حاجة وهي طريقة التحميل، أنا هبقى سايب لك رابط في الوصف، فوقيه كلمة داونلود، هتلاقي يعني هتلاقي كلمة داونلود في الوصف، تحتها على طول هتلاقي رابط، هتخش على الرابط دوت هيفتح لك الموقع اللي أنت شايفه ده. طبعا ديت مقالة مكتوب فيها التحديث بتاع الواتساب، هتنزل شوية في المقالة. طبعا كل ده كلام أو موضوع عن النسخة والمميزات اللي فيها وكل حاجة، يعني أفضل مميزات الواتساب ار اي زي ما أنت شايف كده. وهتلاقي تحت هنا طريقة التحميل. عندك هنا اول حاجه الحزمه الرسميه اللي هي بتشتغل مكان واتساب المتجر، اللي هي بتشتغل مكان واتساب المتجر، ركز في الحته دي، يعني بتشتغل مكان الواتساب الرسمي. تمام. وعندك هنا النسخه الثانيه او المستنسخه اللي هي بتشتغل جنب واتساب المتجر، ممكن تشغل النسختين وتشغل عليهم رقمين عادي، مفيش اي مشاكل. كل اللي انت هتعمله هتدوس اضغط هنا للتحميل، هيدخلك على صفحه تانية اسمها صفحة التحويل او الصفحة المحولة، يعني الصفحة دي بتحولك للرابط بتاع التحميل. هنا بيقول لك جاري تهيئة الرابط، هتستنى معايا 30 ثانية. بعد ما ال 30 ثانية دولت بيخلصوا، بتلاقي كلمة جاري تهيئة الرابط ديت بتتحول للرابط جاهز، بتدوس عليها. لو فتح لك اعلان بتقفله، ما فتحلكش اعلان بيدخلك على طول لتحميل النسخة. ديت طبعا النسخة التانية اللي بتشتغل جنب واتساب المتجر، عشان كده مكتوب جنبها واتساب 2 او ار اي وي اي، يعني ار اي واتساب في 8 93 بعد كده 2، يعني 2 ديت معناها ان هي التانية اللي بتشتغل جنب المتجر، عشان برضه لو اتلخبطت ولا حاجة. تمام. تسجيل الدخول للنسخة بيبقى سهل جدا، كل اللي انت بتعمله تفتح النسخة. طبعا ده تسجيل دخول، يعني هندوس متابعة عشان لو عندك نسخ احتياطي ولا حاجة. بعد كده الموافقة والمتابعة، بعد كده بتكتب رقم التليفون. تم، متابعة، سماح. بعد كده بيدخلك على المكان اللي هتكتب فيه اللي هيجيلك فيه الرسالة او الكود. النسخة فتحت معانا، هو لقى نسخ احتياطي للبيانات. هنعمل استعادة، النسخ الاحتياطي مش شغال، هنعمل مثلا استعادة، ماشي مش مهم النسخ الاحتياطي. بعد كده نكتب الاسم، اول ما النسخه بتفتح معاك بتفتح بالشكل ده. طبعا دوت مش شكل الايفون ولا حتى قريب من الايفون، هو شكل عادي او كمان يعني شكل غريب كمان مش عادي، فاحنا عايزين بقى نغير الشكل ده لشكل الايفون. هنعمل ايه بقى؟ هنخش على سيتنج مود اللي هي اول واحده فوق خالص، بعد كده هيدخلنا على الاعدادات بتاعه البلس، الاعدادات بتاعه النسخه ذات نفسها. عندك فوق هنا مثلا الخصوصيه ديت، لو انت عايز تعمل حاجه فيها مثلا زي كلمه اظهار الصحين الزرق بعد الرد، يعني انت ما ينفعش يظهر للشخص اللي انت بتكلمه ان انت شفت الرساله الا لما ترد عليه بس. وعندك هنا برضو الامان، عندك اخفاء مشاهده الستوري، منع حذف الحالات، منع حذف الرسائل، الكلام ده كله هتلاقيه من الخصوصيه. من هنا من يستطيع الاتصال بيه ممكن تعملها نوبادي، ما فيش اي حد يتصل عليا خالص لا احد. تمام.
هنخش عند السمات ودوت الجزء المهم. هنعمل ايه بقى يا معلم؟ اول واحده فوق خالص ديت تحميل سمات، ديت هتحمل سيم من على النت. لا احنا معانا السمات جاهزه، وانا سايب لك السمات في نفس الرابط اللي انت كنت لسه بتحمل منه النسخه. خلينا نخش نشوف كده اهو الرابط اللي انت بتحمل منه النسخه. خلينا نرجع هنا تاني، دوت طبعا الرابط اللي هتلاقيه في الوصف. خليك برضو مركز معايا علشان برضو ما انتهش من بعض. خلينا نرجع تاني اهو، اهو ديت برضو سمات، السيم الاول والسيم الثاني اهو، دوت التحميل بتاع النسخه، دوت بقى السمات. تمام، دوت السيم الاول اللي هو السيم الابيض. لو انت عايز تحمل السيم الابيض بالشكل دوت هتدوس على اضغط هنا للتحميل. لو انت عايز تحمل السيم الاسود اللي بالشكل دوت هتدوس اضغط هنا للتحميل، وهتحمله زي ما حملنا الواتساب عادي جدا، مفيش اي مشاكل. تمام، هنخش بقى على تطبيق سيم من ملف. بعد كده هنختار المكان اللي احنا هنختار السيم، قصدي اللي احنا حملناه. مثلا هو نزل في الداونلود، هنلاقيه هنا مثلا في الداونلود، فهنختار السيم وندوس عليه. غير لنا الشكل للشكل اللي انت شايفه دوت. طبعا دوت برضو مش شكل الاي او اس كامل يعني. هنخش عند الكل، وبعد كده هنخش عند الستايل، وبعد كده هنلاقي حاجه اسمها وولد واتساب اي او اس. وولد واتساب اي او اس ديت معناها ايه؟ ديت بتاعه الايموجي او اللي هو التعبيرات، اللي هي الايموجي بتاع الواتساب اللي هو اللي بيضحك والكلام ده كله. عندك هنا تغيير نوع الخط، لو عايز تغير نوع الخط تخليه بشكل ايفون هتلاقي فيه حاجه اسمها ايفون عربي، هتلاقيها موجوده هنا ايفون عربي اهي، ايفون عربي. تمام اهي اهي. تمام، عندك برضو هنا الاعدادات، ارسال صوره بوضوح عالي. لو انت عايز تبعت صوره الجوده بتاعتها عاليه قوي، مشاركه صور بلا حدود، تقدر تبعت صور اكتر من 10 صور، زياده حد تحويل الرسائل الى 250 شخص من غير ما تتحذر. والحلو في النسخه دي كمان ان النسخه مش هتطلب منك تحديث الا بعد فتره كبيره قوي قوي كمان، يعني مش هتثبت النسخه وبص بعد 3 4 ايام تلاقيها بتطلب منك تحديث، لا مفيش الكلام ده خالص. تمام، نخش عند البار العلوي. بعد كده ستايل البار العلوي هنخليه اي او اس ستايل، فيبقى البار تحت. وبعد كده هنفصل المحادثات عن المجموعات فتبقى بالشكل ده. عايز تفعل الستوري بتاع الانستجرام هتعمله بالشكل ده، هنخليها مثلا دي، انا بحب الشكل ده بصراحة. عندك هنا بقى لو عايز تظهر الايقونة بتاعت وضع الطيران، عايز تخفيها، عندك عايز تحط اسمك بدل الحالة، عايز تخفيه، الكلام ده كله براحتك انت، هتلاقيه موجود هنا في المكان بتاع اللي هو الاعدادات بتاعت البار العلوي. تمام، عندك هنا الستيتوس او الستوري، لو دخلنا عليها هتلاقي ان انت متفعلة لوحدها كمان اهي، ان انت تبعت ستوري مدته 5 دقايق بدل 30 ثانية. تمام تمام، يعني انت تقدر تبعت ستوري او ترفع ستوري مدته 5 دقايق بدل 30 ثانيه. تغيير حجم الاسطر، طبعا كل الحاجات ديت يعني ملهاش صله قوي ان انت تبقى بتجرب فيها وتعمل فيها دوت. مثلا الايفكت، لو عايز تعمل ايفكت، انا هلغي الايفكت خالص من النسخه، انا ما بحبش الايفكتات بصراحه، يفضل يعمل لك بقى تساقط ثلوج وحاجات غريبه كده، فانا ما بحبش الكلام ده بصراحه، فانا هلغي الكلام ده خالص. خلينا نخش عند شاشه المحادثه مؤاخذه، البار العلوي. كلمة اونلاين ديت في الايفون بتبقى دايما في النص، يعني كلمة اونلاين اللي فوق ديت بتبقى دايما في النص، فانت هتختار تاني واحدة في كلمة اونلاين هتبقى في النص. تمام، الفقاعات والصح، عايزين نصغر الخط شوية مش قوي كده، ماشي. دوت الشكل بتاع الشات من جوه زي ما انت ما شايف ديت، لو عايز تغير في الالوان تقدر تغير من هنا. عندك هنا الصور، لو لقيت اي حاجة هنا متفعلة اقفلها، ده هيبقى احسن برضو. وعندك هنا الستايل بتاع المنصة السفلية اللي هي بتاعة الشات، اللي هو البار بتاع الكتابه، هنخليه مثلا اي او اس 14 زي ما انت ما شايف اهو، اي او اس 14. تمام تمام، خيارات اكثر ديت الوان لو عايز تعدل في الالوان. لحد دلوقتي كده انا شايف ان النسخه 100 100. دوت الشكل طبعا بعد ما خلصنا في الاخر خالص اهو، دوت الشكل في الاخر خالص بعد ما خلصنا، بس الستوري مش هو اللي انا كان قصدي عليه. تعالى نرجع تاني نظبط الشكل بتاع الستوري، الشاشه الرئيسيه، البار العلوي، بعد كده الشكل بتاع الستوري، مش دوت الشكل اللي انا كنت بجرب عليه او اللي انا قصدي عليه يعني. خلينا نرجع ونشوف الشكل التاني، مثلا الشكل التاني ده، هنخش هنا عند المحادثه، هتلاقي المحادثه معاك بالشكل ده، البار اللي تحت بالشكل ده زي ما انت ما شايف، الايموجي بالشكل اللي انت شايفه ده اهو، ال 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 البار دوت بنقدر برضو نغيره من جوه. الكتابه ذات نفسها لو جيت تكتب هنا هتلاقيها بالشكل العادي، لو نزلت الشات هتلاقيها بالشكل الايفون اهو، هتلاقي الشكل بيتغير معاك. طبعا السيم او الـ الشكل بتاعنا، معانا السيم الابيض والسيم الاسود. دوت السيم الاسود، خلينا نجرب السيم
دوت السيم الابيض الشكل اتغير خالص زي ما انت ما شايف. يعني الشكل الاول كان السيم الاسود، دوت الشكل بتاع السيم الابيض. لو دوست على جهات الاتصال اللي تحت ديت او علامه جهات الاتصال اللي تحت على الشمال هيفتح لك الارقام اللي عندك، تقدر تخش ان انت تكلم اي حد. عندك هنا الشات من جوه زي ما احنا ما شفنا من شويه، دوت الشكل بتاع الشات بالسيم الابيض. عندك هنا الايموجي بشكل الايفون زي ما انت ما شايف اهو، الايموجي بالشكل بتاع الايفون. عندك هنا برضو دوت حاجه زي يعني تذكر، حاجه زي التذكر. بص كده هتقدر تكتب من هنا اي رقم او اي كلمه انت عايزها، مثلا احمد، وتحط هنا العدد اللي عايز تبعته، مثلا خليها 10 مرات. بعد كده هتدوس على سند، هيبدا يبعت كلمه احمد مده 10 مرات. يا طبعا يعني في حاجات تانية كتير زي مثلا الخلفيه، خلينا نغير الخلفيه بتاعه الشاشه. وبعد كده هندوس داكنه، وبعد كده هنختار من الخلفيات دي، اختار مثلا اللي انت عايزه، بس خلفيه الداكنه بتبقى احلى يعني مع النسخه ديت، وخصوصا لو انت عامل السيم الاسود يعني الخلفيه هتليق اكتر كمان. يعني مثلا نختار دي، بعد كده ندوس ضبط الخلفيه، وبعد كده في كل جهات الاتصال، وبعد كده تم. هتلاقي الخلفيه اتغيرت معانا بالشكل اللي انت شايفه دوت، يعني الشكل جميل والنسخه جميله. ولحد دلوقتي كده انا شايف ان كل حاجه 10 على 10. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو انت اول مره تشوفني ولو انت اول مره تشوف فيديو ليا، ما تنساش طبعا لايك للفيديو، تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. واشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.